مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تقترب مصر من دخول عالم جديد من التطور التكنولوجي بإطلاق شريحة جديدة تحت مسمى إيسم، وهي تقنية الشرائح الإلكترونية المدمجة التي تقدم لمستخدمي الهواتف الذكية العديد من المميزات مثل زيادة الأمان بسهولة التنقل بين الشبكات وإضافة أرقام جديدة دون الحاجة إلى تغيير الشرائح المادية. فماذا يعني ذلك للمستخدمين في مصر، وكيف تستعد شركات الاتصالات لهذا التحول؟ أعلنت بالفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الدكتور عمرو طلعت عن جاهزيتها لإطلاق خادمة إيسم خلال الشهر الحالي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليسعى لإكمال جميع الإجراءات المطلوبة في الأيام القليلة المقبلة، مما يؤكد أن إطلاق الخدمات بات وشيكا للمصرية للاتصالات. وفقا لمصدر في الشركة، انتهت المصرية للاتصالات بالفعل من الاختبارات اللازمة لتشغيل الشرائح الإلكترونية على شبكتها، وتنتظر الموافقة النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبدء الفعلي في تقديم الخدمة. أما عن فودافون مصر بدورها، أعلنت فودافون عن انتهاء جميع الاختبارات الفنية بنجاح، وهي مستعدة لإطلاق الخدمة بمجرد إتمام الموافقات الرسمية. أما عن أورنج مصر وإي أند مصر، أعلنت أورنج مصر عن إتمامها لكافة الاختبارات التقنية المطلوبة وجاهزيتها لإطلاق الخدمة بالفعل. مشاهدينا، شريحة إيسم هي شريحة رقمية مدمجة داخل الهاتف الذكي لا تتبع لأي شركة اتصالات محددة، تتيح للمستخدمين مزيدا من المرونة مثل إضافة أرقام جديدة بسهولة وتحسين الأمان في حالة سرقة الجهاز إذا يمكن استعادة الشريحة بسهولة، كما أنه يمكن فقدانها مثل الشرائح التقليدية العديد من الهواتف الذكية لتدعم الشريحة مثل هواتف آيفون، سامسونج، هواوي، وأيضا هواتف فيفو وهواتف أوبو. ختاما مشاهدينا، هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في مصر، وتفتح الباب أمام استخدام أوسع لتكنولوجيا إيسم في الأجهزة الحديثة. لهنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، أشكركم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.